جاي كده يا مريم. اهو كده حلو، وصلنا. لا لسه، تسلم ايدك في الايه. اهو شايفين، شايفين ظبطوا. بصي بصي ماما، يا بنات النهارده اللوك الثالث من كورس اسكندريه، اللوك السموكي. هجيب اللون اللي هو الطوبي، تمام. احطه ايه تحتيه كده وعليه. كل اللي عنده سؤال او استفسار يكتبه في الكومنت وهنرد عليه. هنا عشان ايه؟ بحدد اللون بس شويه. تحط اللون. عشان لو في حاجه مني واقعه مني او صغيره ايه تتشال، انا كده كده نظفتها، تمام؟ رانيا بتقول ينفع اعمل الفيكس بلس في البيت او حاجة بديلة ليه عشان سعره غالي؟ اه ينفع. سويف ولا لايف؟ لا.
بصي احنا هبه اخترعت اختراع كده و وهجيبهولك. مش كنت طول اليوم بخير انا كنت طول اليوم بخير لا نفس الدرجه اللي احنا حطيناها بس انا مش بحبه يبقى واضح شويه عنك. شويه كم بكتب اهو شفتوا لما رفعت عينيها ونزلت رفعت عينيها ونزلت اللون طبعا صح مش حاسين بفرق شويه. اجيب فرشه فاضيه ولا مش هجيب قطنة وامسحه لا هما كانوا بيسألوا عنك من غير حل اسمه على انه مكتب انا الكورسات كلها ده ميتا بعرايس انت استنفذت بيسواليك عادي مفيش مشكله تمام شفتي ازاي انا بس فرشة نظيفة خالص ببدلج اللي طلع فوق مش هجيب قطنة واقول كده باظ اشيل واحط مكانه لا انا كده برقع الدنيا فوق العين تمام؟ لابسة ايه؟ اسود في اللي هو اللون الجنزاري اللون الاخضر اللي هو على جنزاري شوية ده في اللي هو في ناس بتلبس ذهبي بيبقى فيه منقط كده اخضر او ورق زرع او حاجات كده يعني النهارده الميك اب للبشره الخلفيه اماني مين أمان؟ اماني من بني سويف اماني من زيك ايه
مش كده اللي بيطلع لي منها سن وبيطلع لي منها سن، اللي هو حاطته لي كده عشان يحافظ على المجتمع، انا بشيله عشان ما يشوفهاش من جنب. شفتي النقطه اللي انا شايلها اهي؟ مش بشيل الجنوش، ولو عايزه اقصر الجنوش او تقصرها منين؟ من بره. اه اقصر من الاخر. ليه؟ عشان انا مهما قصيت من الاخر برضه لسه هيبقى عندي الكيرف ده، لكن مهما اقص الصغير هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الطويل، فانا ما ينفعش تبقى يمشي من هنا يبقى طويل. تمام؟ موضوع الرموش ده يعني كل عيني على شكل رمش حقوق. تمام؟ انت بتكون تحفه. اللزق الشفاف. الرموش النهارده من رموش شيماء. شيماء ايه؟ زهري. شيماء زهري. زهري ولا زهري؟ زهري. شيماء زهري. ميك اب ارتست عندكم هنا في اسكندريه. عامله رموش. هنبعت لكم برده اللينك بتاعها. انت ما تعرفيش حد. انا مش عارفه عرفتيني ازاي. لما تبقى غمض عينيها بتدخل الجفن شويه لجوه حتى من الجنب ده. لا لا جدا اعتقد الموضوع لا لسه الدنيا كبيره خلاص. اه ما ينفعش اجي اقص الرمش من هنا، يعني ما ينفعش اقصها كده، ما ينفعش اجيب الرمش واروح اقصها كده، لا غلط كده هبوظ منك. مش جايه على عينيها، لا اجيب لها حاجه ايه مش طويله، اجيب لها حاجه صغيره. انا ده لازقي المفضل. لا هو متحول شفاف دلوقتي، بتحاول على مود شويه بس هيبقى شفاف. حسيت برضه الكريشن كريم معايا برضه اوف. هنا برضه اشيل الحته زياده. دينا بتقول بعد اذنك انا بشرتي قمحي غامق، نفسي عايزه فاونديشن لما يتوزع على وشي يبقى على اصفر غامق مش بيج. ايه مش بتهيئ قمحي غامق؟ عايزه زي البنوته اللي معايا مش بتهيئ. عايزه فاونديشن لما تدمجه او يطلع معاها غامق. عايزه بقى ايه مناسبات ولا عايزه؟ لو عايزاه حاجة عالية وعندك ميك، ميك هو اللي بيجي وعلى أصفر شوية.
هي عايزة فاونديشن للمناسبات. هو حلوة الفوشة دي. دي من انجلت. انا عند ميري برضو. ميري. ميري واحد. رانيا بخليك نسيتي تردي عليا طريقة الفيكس بلس. رانيا انت من الاسئله دي تعالي خدي كورس، انا متابعاكي كل لايف على فكره. عادي. لا والله اكتر من متابعه جيده جدا. انا مش فاهمه احط الهلاي الدرجة اللي مديها على ايه؟ احط من اوفرا حتى لقيت الدرجة اللي ايه مديها على ايه؟ بنت بتسأل ممكن أعرف اسم الفاونديشن يكون كويس وفي كذا درجة؟ بصي هو كذا درجة يعني عايز تشتري يبقى في ثلاث درجات مع بعض، في اللي هو ده بتاع ألتيميت فاونديشن. لا تمام تمام. ده من نيوتراليز. رانيا بس ده البشرة الدهنية والمختلطة. رانيا بتقول هاجي في الصيف لاني من المنيا. طب عندك فاطمه بتدي في المنيا. شيلي الكرسي بتاعها. ادي البحر انت حلوه قوي. اختي في المنيا. ايوه بنت شغل فاهمه. لا يا رانيا اسالي طبعا براحتك في اي وقت كمان. جميلة جدا ما شاء الله. وارد احلاوة لما حطينا غروب طبيعي. انا بحب دي. بتقول لك في كورسات في 6 اكتوبر؟ لا في القاهرة مدينة نصر. يعني 6 اكتوبر مش 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 مش, مش محافظة يعني. انا هنا هحط ايه؟ درجة البرونز. هي مش هايلايت على قد ما هي كده يدي شكل حلو. معلش ممكن تديني وقتك تديني عجلة الكلمات.
لمين بتقول لك عفر؟ بس لمين؟ شوفينا يا رانيا في أي وقت. أيوة وأنا كمان. هتشوفي؟ البنت بعد الميك اب لا اكيد شفتوها عند اي ميك اب مش اشتغلت مع اخر واحده اصلا لما انور تحت الحاجب انا بحب احط مميزه دايما يعني جليتر عايز احط جليتر فعملت الدنيا جليتر انا عادي بحط مش في ناس بتحط تيجي معايا بتحط جليتر انا بحب هنحط بس الرموش اللي اسمه ايه ده الماسكارا بتاعت الرموش كده اللوك عندي خلص عندي بتقول لك حلوه كتير جامده لوكا بتقول لك كان نفسي اشوفه الاول في ستوريز صغيره منزلاها هبه بدر على انستغرام ادخلي اتفرجي عليه ليس يرجع الاستجلال باسمه هبه بدر هيفعل سامعه يا ريحه هبه منزله كل الستوريز بتاعتك المتطوله على الانستجرام عندها اكتبي بس هبه بدر MUA وانت هتلاقي الستوريز كلها دينا بتقول ميك اب هايل يا ريت تخليها تشوف نفسها بقت عسل جدا اكيد هنشوف نفسها على المريه لو سمحت نعمل زي العروس اول ما تخلص خليها تشوف اديها مرايه وخليها تبص اصلا يا لوكا ادخلي الانستجرام هبه بدر ام يو اي هتلاقيها منزله كل الستوريز بتاعتها من اول اللوك لحد دلوقتي تقريبا احنا اللوك النهارده سموكي من غير ايلاينر ماشي احنا خدنا ناس ايلاينر بكره بقى ناخد ايه ناس ايلاينر ثانيه او ممكن امبارح يمشي خليج بقى امبارح او بكره نعمل اللي هو الخليج بقى اللي هو احاول بكره اخليهم رسمتين ايلاينر تبقى اللي هي الوينج لاينر واللي هي الايلاينر الخليجي اللي بيسيح مع الاي شادو تمام انا كده ما عنديش حاجه خلاص انا ممكن اسيب عينيها فاضيه من جوه ممكن احط ابيض لو عينيها ضيقه احط ابيض اوسع وممكن احط اسود اغمق يبقى ضيق شويه بس انا مش هحط حاجه خلاص كده بال بس نحط الروش تخيل بقى الروش هيكون ايه؟ احمر احمر نبيتي حط روج عمود احنا الماتيريال النهارده كلها بالدارك ستون الماتيريال ده عمود ماركه عمود انا اول برضو مش عمود هي بنت مصريه عامله براند لنفسها من امريكا تمام في فاونديشن وفي ما انا على فكره الكونسيلر اللي جيت في الاخر نقطت نقطتين ده كان بتاع عمود تمام اهو ده أميرة بتقول لك حلو اللوك قوي هبة بحب أذاكر تاني أميرة فرحة أميرة إزاي
يوكا بعتيلي مسج هقول لك سعر كورس القاهرة. كورس القاهرة هيبدأ يوم 12/2. ولما بيتفرد بتحسوا مدي على فشي شوية كده صراحة هتقلني. لما كنت بتسألي نحط روج لونه ايه قالوا لي كبيت. انا حسيت برضو اللي مع هي صمرة كده. ما ده لايف ايه ده؟ رندا مروان بتقول درجة عود تحفة. رقم كام؟ انا بحبها. لوريال انفيلبل اللوك النهارده معمول الماتيريال كلها دارك ستون، مفيش حاجه هاي اند خالص غير الايشادو. راندا بتقول اللوك روعه. ميرسي يا راندا. اللوش حلو قوي. هلا بالاخر صوروها. حاضر. شيرين بتقول الهايلايتر نوع ايه والكونتور والفاونديشن. بصي الهايلايتر الاخرى، الكونتور كان انجلوت، الفاونديشن كان لوريال انفيلبل درجة جولدن روز. يعني نقل روز من عهود اي شادو من انستازي. لبيك وتسلم ايدك. تسلم ايدك. شايفه عامله جايفين في الشفايف ناس. بالظبط. هنصورها من قدام دلوقتي يا رندا. بصي ما تطلعش. يا جماعة ده الروج من عمود. حطيت كده هايلايتر عليه. هو
تمام. ده اللي عاوز درجة اللوش. مجنن كتير حلو. هيا كده هيبقى بقى ايه مزاجها عادي. مامي تسلم ايدك يا حبيبه تحفه. مامي انا يسلمك. هي عروسه ولا خطوبه؟ لا دي موديل. النهارده ثالث يوم كورس في اسكندريه للميك اب ارتست. ايه ده؟ ماشي اسمه ده؟ هو حلو تحفه. رانيا بتقول لك تحفه تسلم ايدك. سهل اه سهل بس ده بس تحت العين جدا. تسلمي. هفتقد الجمله دي جدا. نيجي بكره. ايه رايكم يا جماعه؟ احلى من بتاع احلى؟ كل يوم هتلاقي يا بنتي كلنا بنعاني من الكرسي ده. ماشي استنوا بقى في الكيت بكره ان شاء الله مع بعض. حطيت يا نهى حطيت هايلايتر على الوشي اليوم كده من النص. اوديلكوا وشها يعني اوريكوا وشها صح؟ اه يعني هو انت ليه مضلمه ليه؟ هي مش بقول لك برايتنس بس هي اللي بس انا لما بشوف اللايف عندي بحسه مختلف. بس هو بقى ما تكونيش بس والله جديد. ليش؟ سيبيلي الفرشه ولا اعمل حاجه بشوف انا بحب انا باي بنات خلاص. واستنونا بكره مع الجديد من رابع من الكورس. يلا باي.